ايه رأيكم في الغدوية الجميلة البسيطة اللذيذة دي والسريعة خالص؟ ما خدتش مننا ساعة. في كل الثلاث اصناف اللي عملناهم دول ما خدوش مننا ساعة. عندنا هنا كده طبق بامية انما ايه، وعندنا شوية رز مفلفلين، وعندنا فرخاية محمرة. بس غدوية سريعة كده، وتعتبر حاجة سريعة خالص للمبتدئات في المطبخ، ان هما ايه ما يكرهوش كمان المطبخ، مش هيقعدوا ساعة في الغدوية دي. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض روتين كده غدا بسيط خالص وسهل خالص، يعتبر كمان روتين كده للمبتدئات حتى لو هما ايه يعني لسه داخلين المطبخ، لانه غدا بسيط خالص. نبتدي كده مع بعض. هنعمل ايه طب النهاردة مع بعض؟ هنعمل مع بعض فراخ محمرة، وهنعمل معاها رز بالشعرية، وهنعمل بامية بطماطم. مش هنحطها في الفرن، هنعملها كده عادي، لان احنا عملنا قبل كده طواجن كتير بامية. نبتدي كده مع بعض بسم الله. اول حاجة انا عندي هنا فرخة اهي، طبعا انا قبل كده عاملة معاكم ازاي ان انا تبلتها، فعشان كده ما حبيتش اطول ايه الفيديو، ولو كده هبقى انزل لكم الرابط بتاعها. اول حاجة ان احنا طبعا بننقعها عشان نتخلص من الزفارة، مش اقل من ساعة. بننقعها في مية وملح وخل وليمون، وانا قبل كده عاملة الفيديو ده معاكم. وبعد كده بحشيها كده من بره ومن جوه، من تحت الجلد زي ما انتوا شايفين كده، من كل حتة، وبطنها وظهرها ومن عند الرقبة، ما بخليش حتة لما اكون حشيها ببصل، مجرد حشوة بصل وبهارات، فلفل، كمون، كزبرة كده، بس كده. فهتديني طعم جميل جدا في السلق، كأنك مش بتاكلي فراخ مسلوقة خالص، بتدي طعم رهيب رهيب، وتست عالي جدا للشوربة كمان، مش للفراخ بس، بتدي تست عالي للفراخ وللشوربة نفسها. بس اسيبها في ال اسيبها ان انا وانا حشيها كده ومتبلها من كل حتة كده بالبصل والخلطة اللي انا عاملاها دي، هسيبها مش اقل من نص ساعة لو انا مستعجلة، ولو ساعة يبقى افضل كده. وعندي بقى هنا طبعا البامية والرز وايه والبهارات بتاعتي. هنقول المقادير حاجة حاجة واحنا شغالين كده. اول حاجة ان احنا تبلنا الفرخة اهي، هناخدها ان احنا نسلقها الاول. يلا بينا. اول حاجة كده بقى نبتدي بسم الله. عندي الحلة بتاعتي، حطيت فيها المية، حطيت فيها بصل متقطع او مبشور حسب الرغبة ما يعجبكم، حطيت فيها بهارات بسيطة اللي هي الملح، فلفل اسمر، كزبرة، كمون، حطيت فيه كمان ورق لورا، زعتر، حسب ما تحبوا. البهارات دي بصراحة انا ايه حسب الرغبة، ومش هكتر في البهارات عشان طعم الشوربة ما يتغيرش. بس بالبهارات دي الجميلة البسيطة، بالتتبيلة اللي عاملينها في الفراخ، هتلاقوا احلى شوربة كده. بقى هسيبها لغاية اما تغلي، وبعد كده ايه هنزل ايه بالفراخ بتاعتي. نسيبها تغلي ونرجع لها تاني. كده المية بتاعتي غلت، نزلت فيها الفرخة، وهسيبهم بقى ان هما يتسلق. الفرخة تتسلق طبعا في المية عبال ما اكمل بقية الروتين الغدا بتاعي. يلا بينا عبال ما الفرخة بتاعتنا تتسلق نشوف هنعمل ايه. هنيجي بقى هنا هنعمل البامية بتاعتنا، البامية للطماطم. عندي هنا عصير طماطم، عندي بامية، عندي هنا بصلاية كده كبيرة مقطعة قطع صغيرة كده، عندي راس توم كبيرة، وعندي بهارات حسب بقى الرغبة. انا بحب بصراحة ان انا ايه عشان طعم الاكل يبان، المحتاج بهارات بسيطة بحط له بهارات بسيطة. فهنا البامية بهاراتها بتبقى بسيطة، عندي كمون، ملح، فلفل اسمر، كزبرة، هي اساس البامية كمان التوم والكزبرة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى كده هبتدي اعمل البامية. هجيب حتة سمنة، خليها كده على النار، وانزل بالبصلة بتاعتي كده واقلب زي ما احنا شايفين كده. هنقلب كل ده، مش هياخد مننا حاجة، لان احنا عين عليها الفراخ بتتسلق، ماشي، عين التانية بنعمل البامية. وهنحط البامية دلوقتي ونشتغل في الرز عشان وقفتك في المطبخ ما تبقاش طويلة وتكرهي وقفة المطبخ، بالعكس هتحبي وقفة المطبخ قوي. يعني كده هنقلب ايه في البصلة بتاعتنا كده. اول ما تدبل معايا كده البصلة شوية، هنزل بالبهارات بتاعتي كلها علشان تتحمص مع البصلة وتطلع ريحتها.
على ريحه البهارات بقى دلوقتي كده. يا جدال انا مامتي جوعتني، انا هموت جوع دلوقتي، خلصي اكل بسرعه. حاضر، ثواني. هنا بقى في الوقت ده كده هروح نازله كمان مش بالتومه كلها، بنص كميه التوم اللي عندي، والنص التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه. حرام جوعت، حرام كتير كده. وهقلب. انا مش عايزاكي تجوعي، انا عايزاكي تتعلمي، صوري وتعلمي بالمره. انا جعانه، انا مش عايزه اكل، بس انا جوعت. هضيع التومه كده معاها. اه على الريحه، ليها حق سنه كده. هفضل بقى كده شغاله لغايه ما تدبل سنه بسيطه خالص، مش عايزه البصله تتحمر، انا عايزاها تدبل كده. تمام خالص، دبلت شويه. في الوقت ده هنزل بقى بالباميه بتاعتي. عايزه اقول لكم حاجه، بس انا اكتر حاجه بحبها الخضار الباميه. طيب فانت بتيجي على الجرح. هقلب بقى بسرعه بقى، هقلب كده، هخلي الباميه تندمج مع البصله والخلطه اللي انا عاملاها دي كلها. مقولكوش على ريحه بصراحه. شايفين انا بشبع الباميه من قبل ما احط لها الطماطم في الخلطه دي، بس ده واقفه على اخرها من الريحه وجاعش بصراحه. طريقه جميله، جربوها تعجبكم قوي. هنا بقى في الوقت ده كده، في الوقت ده كده بقى خلاص تمام، الباميه اتشربت من البصله وكده، من طعم البصل البهارات. هنزل بالطماطم بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل كده بالطماطم بتاعتي. كده واسيبها بقى تاخد لها ايه، غلوايه. كده قبل صحيح ما اسيبها تاخد الغلوايه، انا في الوقت بقى ده بعد ما ضفت الطماطم هروح نازله بقيه التوم، باقي راس التوم، هتديها بقى طعم مع الصلصه خطير. وهقلب كده وهسيبهم بقى يعيشوا حياتهم مع بعض غلوتين كده بس، لغايه اما ايه الباميه بتاعتي تستوى. مش هستنى غلوتين، انا مش هستنى. ماشي كده بقى، زي ما احنا شايفين الباميه بتاعتنا ايه، خلاص بسم الله ما شاء الله استوت. تمام كده بقى خلاص هنزلها من على النار. هنا بقى هبتدي اعمل الرز بتاعي. بسم الله، حطيت زيت على سمنه، او اللي حابب ان هو يبقى زيت بس، ده حسب الرغبه. هنا زيت على سمنه. هنزل هعمل رز بالشعريه، هنزل بالشعريه بتاعتي كده، وهفضل اقلبها كده. بس نخلي بالنا طول ما احنا واقفين نقلب، عشان الشعريه ما بتاخدش حاجه على النار خالص، وما تتحرقش مننا، ما يبقاش حته كده اتحمرت وحته لسه. هفضل طول ما انا واقفه كده لغايه اما كلها تتحمر مع بعضيها، ما يبقاش حته وحته، او الجوانب هي اللي متحمره والباقي لا. هفضل بقى اقلب كده لغايه ما تحمر معايا كده. استنى لما تاخد لون ايه اغمق من ده كده شويه. سمنه تاني كده بسيطه، هنزل بقى كده كده اللون بتاعها كويس قوي. هنزل بقى انا في الوقت ده بالرز بتاعي اللي انا غسلاه طبعا كده، وهقلبها كويس في بعض. هخلي الرز ياخد تقلبتين مع الشعريه، عشان انا بعمل كده للرز زي ان انا بشمعه كده بالزيت عشان ما يعجلش معايا، بسخنه كده في الزيت ان هو ما يعجلش معايا. دي تكايه كده لايه، عشان يطلع معاكي مفلفل وجميل وما يكونش معجن، ان انت تسخنيه شويه كده او تشمعيه او تسخنيه كده شويه في الزيت قبل ما تضيفي الميه بتاعته كده. هنا كده هضيف له الملح بقى بتاعه كمان، اظبط الملح كده بتاعه واقلب.
هنا بقى في الوقت ده كده بعد ما ظبطت كمان حطيت الملح هجيب بقى الميه كده بسم الله. نخلي بالنا بقى معيار الميه قد ايه. لو انت لسه مش عارفه هو المفروض ان هي تغطي الرز كده كده تمام قوي، ان هي بصي يا دوبك تغطي الرز. طب اللي مش عارف لسه، يعني احنا شايفين كده يا دوبك ان هي مغطيه الرز بس مفيش تاني، هي مغطيه الرز بس. طب اللي لسه مش عارف بيبقى كوبايه الرز عليها كوبايه ميه. لو انت حابه بقى تعايري بالكوبايات، مش حابه تعايري بتعمليه زي كده اهو، شايفين اهو يا دوبك الميه مغطيه الرز بس كده. كده بقى خلاص هنغطي عليه ودقيقتين كده ولا دقيقه ونيجي نهدي عليه النار. كده زي ما احنا شايفين احنا اول قلنا اول دقيقتين هدينا عليه وبعد كده هدينا عليه النار وبعد كده بنقلبه كل فتره لغايه اما هو كده تمام وكده استوى اهو. شايفين مفلفل ازاي ولا معجن ولا اي حاجه، الرزايه برزتها. يلا بينا بقى نغرف اكل. واجي كده بقى اكلنا بعد ما خلص، شايفين الجمال. اجي كده ايه، عايزه اقول بس ان الباميه زي ما احنا شايفين المفروض تبقى اصغر من كده، بس انا دول عشان شويه جايبينهم من الغيط، فاكرين اللي كنا فيه جوله وكانت اتجمعت كلها الباميه الكبيره، فانا طبعا حتى لو كبيره المهم ان هي طازه وجميله كده واحنا اللي جمعها بايديا. شايفين بقى الجمال. طبعا انتوا كنتوا قبل كده شفنا الفيديو بتاع لما كنا في الغيط والباميه فيه كانت كبرت، بس طبعا شويه باميه طازه عاملين جو تاني خالص. ايه رايكم بقى؟ الرز بتاعنا اهو طلع مفلفل خالص والرزايه برزتها، وادي الفراخ بتاعتنا المحمره الجميله. اتمنى وجبه غدا تبقى للمبتدئات كده جميله وسهله خالص يحبوا بيها المطبخ. واسيبكم بقى في حفظ الله.